مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في بلاغ عاجل أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس تعرض لنزلة برد. وورد في البلاغة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تعرض حفظه الله لنزلة برد، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.